رجعنا مرة تانية وفقرة صورة مصرية، الفقرة الأسبوعية اللي بتكون معانا بنعرض من خلالها بعض الصور الفوتوغرافية المهمة وأصحابها بيكونوا موجودين معانا في الاستوديو. النهاردة هنتكلم وهنعرض صور لأقدم وأهم الأديرة المسيحية في العالم. يمكن دير الأنبا أنطونيوس هو أقدم دير أو من أقدمها يعني، وده اللي هنزوره دلوقتي من خلال صور ضيفي النهاردة المصور الفوتوغرافي الأستاذ بولس إسحاق. صباح الخير ومنور. أولا هو حضرتك متخصص في تصوير الأديرة ولا ده نوع من أنواع التصوير؟ هو بصفة عامة أنا متخصص في تصوير الأثار والجداريات والتصوير المعماري. تمام. فده طبعا بيندرج تحتي حاجات كتيرة قوي، منها الأديرة والأثار الإسلامية والأثار القبطية، مخطوطات، جداريات وحوائط بمساحات كبيرة. ولحد ما تخصصت في الموضوع دوت واهتميت ان انا اجمع المعدات المتخصصه في التصوير دوت بالذات. عندنا مشكله في مصر ان الناس ما بتزورش الاماكن دي، فالصور مهمه انها تعرف الناس ببعض المعالم اللي ما يعرفوش حاجه عنها. هو الناس هنا مهتمه اكتر جايز بالبلاجات اكتر من مهتمه بالاماكن الاثريه، حاجات تانية كتير يعني. حاجات كتيره يعني لو بيقرروا ان هم يطلعوا رحله مش بيهتموا قوي ان هم يزوروا اماكن اثريه. ففعلا حاجة زي دي بتكون مهمة ان هم يعرفوا بلدهم اكتر. عندنا اديرة في مصر مهمة على مستوى العالم يعني رانكت عالميا، اهم دير في العالم واول دير في العالم هو دير مؤسس الرهبنة وابو الرهبان الانبا انطونيوس، هو اللي بدع الرهبنة المسيحية في العالم كله، هو اول من عملها، هو اساسا من الوسطى بني سويف من اسرة سرية من القرن الرابع عشر. وبعد وفاة والده كان أسرة سرية جدا، حس ان الدنيا مش مستاهلة كتير، فقرر ان هو ينتقل لحتة يعيش فيها لوحده ويعيش مع ربنا لوحده. وبعدين راح في منطقة هي قريبة من الكريمات، وكان في قعدة كده بعد ما قرر يعني يدي حياته كلها لربنا، حصل له حبة مضايقات وهو قاعد على نهر. فلما انتهر الناس انتوا ليه بتعملوا كده، قالوا لا لو انت يعني ناوي تتوحد وتعيش الحياة دي تخش على البرية الداخلية، ما تقعدش معانا، ما تقعدش في المدينة. فاعتبر ان ده حاجة جايله من عند ربنا. حلو. فخد بعضه وانتقل عند الجبل عند دير الانبا انطونيوس. ده احنا علشان نروحه دلوقتي بنوصل على طريق الغردقة لغاية الزعفرانة، وبعدين بنخش 47 كيلو جوه الصحراء. فبنلاقي واحد من أجمل ما يمكن. هو ده دير الأنبا أنطونيوس. وفي ناس بتزور الدير، هو بيطلق عليه دير عامر، ده مصطلح بيتقال على الأديرة الساكنة بالرهبان، ومهتمين في ناس مهتمه بزيارتها وبالابحاث اللي فيها، لان هو طبعا مليان بالاثار لانه اقدم دير في العالم. مصريين ولا اجانب اللي بيزوروه؟ مصريين، رحلات كتيرة وأجانب، بعثات كبيرة مهمة بتيجي اللي مهتمة بتوثيق الأثر. أصوه مدام أكيد يعني أهم دير في العالم، فأكيد في زيارات أجنبية يعني كتير، في سياحة كتير كتير. يعني أنا رحت عشرات المرات واللي شغل بعمله هناك، ومفيش مرة بروح إلا لما بلاقي بعثة أو اتنين من جهات أجنبية رايحة تدرس أثار، توثق أثار، الحاجات دي كلها. سياحة الأديرة من أنواع السياحة اللي مش واخدة حقها في مصر؟ هو سياحة الأديرة بالنسبة للمسيحي هي كسياحة حاجة خارجية، لا أنا مش بتكلم كسياحة داخلية مصرية. ما أعتقدش إن هو دير الأنبا أنطونيوس، في دير بعض أديرة وادي النطرون، دير سانت كاترين طبعاً، لكن أديرة الصعيد وباقي الأديرة في مصر مش واخدة حقها، قليل شوية. ممكن أديرة مصر الجديدة تكون واخدة حقها شوية. مصر الجديدة هنا أسف، أديرة مصر القديمة، أنا مصر القديمة، أديرة مصر القديمة ممكن تكون واخدة حقها شوية، لأنها برضو عند أول كنيسة، الكنيسة المعلقة هناك، فبرضو منطقة جذب سياحي بالنسبة للأجانب. تمام. طيب لو معنا الصور يا جماعة يا ريت نعرضها. بس يعني خلينا نبدأ بقى كده بشرح المكان وده ايه وفين وكل حاجة. دي زي ما قلت لحضرتك هي واحة وسط كمية صفرة لا عينك ما تجيبش اخرها من ده دير الانبا أنطونيوس. دير الانبا أنطونيوس طبعا 47 كيلو داخل الصحراء، 47 كيلو داخل الصحراء، مساحة صفراء، بتخش خط اسود اسفلت يوصلك للنقطة ديت، مساحته 18 فدان. تمام. داخل سور اثري، في مناطق تانية محيطة بيه. ده المدخل الاساسي للسور الاثري بتاعه. ماشي. هنا هنبص نلاقي في فتحة على ايدك الشمال تحت.
الصغيره دي. هو ده الباب الرئيسي بتاع المنطقه الاثريه. اوكي. اللي فيها الرهبان وفيها الكنائس والحاجات ديت. الدير بيحتوي على مجموعه كنائس، الدير في حد ذاته مش دايما بيكون كنيسه. اوكي. فوق الجزء اللي احنا شايفينه دوت حاجه اسمها المطعمه. المطعمه دوت كان في عصور قديمه قوي الدير ده، زي ما قلنا من القرن الرابع او الثالث كمان اول ما ابتدى. القرن الثالث. اول منطقه مهجوره فجواها هذه الواحه، فكان بيجي اوقات عليها وافدين سياح، مش سياح يعني، ناس يطلبوا اكل. تمام. فبيخشوا يخبطوا على الرهبان يفتحوا لهم، احيانا ياخد اللي فيه النصيب ويمشي، واحيانا يخش يعتدي عليهم، واحيانا يقتلوهم ويسرق المكان. فقرروا يعملوا هذه المطعمه علشان برضو ما يبقوش بيقابلوا الشر بالشر، وما يظلموش الشخص اللي نيته خير. تمام. فده مكان محصن فوق، اللي يخبط ما يفتحلوش الباب. عايز ايه؟ عايز اكل، عايز شرب، ينزلوا له كومل. لا مش هطلع فوق، ولا الاكل هو اللي بينزل. الاكل هو اللي بينزل له في السبت. ولو تاخد بالك الشادوف ده بيخلي حتى الشخص اللي بينزل ما ينفعش سهم يطول وهو بينزل في اتجاه ما حدش يعرف يوصل له فيه. ماشي. فينزل له الاكل والشرب واللي هو عايزه وخلاص، يبقى كده هو اللي عمل. ده لو عابر سبيل يعني، راجل لو عابر سبيل من كتر ما تعرضه لتجارب صعبه طبعا، فما يبقاش قابل الشر بالشر. المنطقه مقطوعه يعني، مفيش حاجه حواليها، مفيش اي خدمات. في بعض في مناطق عسكريه جنبها. لكن العمارات اللي شفناها او المباني اللي شفناها، المباني اللي احنا شفناها، القبب الصغيره دي اسمها الالالي. الالالي اللي هي بيت الراهب. تمام. بيت الراهب ده اللي هو الاوضه اللي بيدخلها الراهب من يوم ما يقرر انه يكون يدخل الرهبنه لغايه ما ربنا يريد ويخرج منها على مكانه الاخير. تمام. ما مفيش حد بقى حواليه غير يعني، مفيش حد في المكان ده غير الراهب كمقيم راهب. بس ما ينفعش، مفيش حد تاني خالص. حتى لو في موظفين اداريين او حاجه بالشكل دوت، كانتين، مطبخ كده، لهم اماكن سكن تانيه غير من الاماكن بتاعه الرهبان بتاعه العالم. دي تعتبر من اهم الكنائس واول الكنائس بقى في العالم، اللي هي الكنيسه الاثريه داخل الدير. هنا متصوره طبعا، انا كمني مهتم شويه بالتصوير والتكنيكاليتيز بتاعته، فلازم تلاقيني حاطط في كل صوره يهمني فيها جدول الهيستوجرام اللي موجود فوق، اللي بيبين على الشمال فوق. اللي فوق على الشمال دوت بيمثل، ده بيبين ايه بقى؟ ده بيمثل التونات الصوره وتوزيعها. كل ما هو على اليمين يمثل تونات الفواتح، كل ما هو على الشمال يمثل تونات الغوامق. وكل ما الجبل اللي احنا شايفينه ده يعلى، يعني احنا عندنا تفاصيل كتيره من الغوامق في هذه المنطقه. دي بتفيدنا في دراسه الصوره عشان نعرف الصوره محتاجه بوست بروسيسنج او تصحيحات فيها ولا لا. دي نفس الحكايه. هنا المكان دوت بيسموه خورس، بيؤدي الى الهيكل. خورس هي كلمه يونانيه معناها صف، لكن بتستخدم داخل الكنيسه انها مساحه او حوش معين او منطقه معينه، فبيتقال خورس السيدات، خورس الشمامسه، خورس المؤمنين، خورس الواعظين وهكذا. فدي اكنها صلاه اللي هي الخورس. ودي من اشهر اللقطات المعروفه لدير الانبا انطونيوس. السقف الاثري بتاعه اللي حصل له ترميم سنه من 2005 ل 2009 وقبل كده طبعا على مراحل كتيره. والحاجات ديت بيكون مهم فيها ان اثناء التصوير نراعي المزج ما بين الالوان الاضاءه السليمه للحاجه اللي انا بصورها من جوه مع عدم طمس التفاصيل الشفافه اللي مضاءه بالشمس من بره زي قطع الازاز بالظبط. طيب خلينا نقف هنا بس ثواني. الترميم، حضرتك ذكرت كلمه الترميم، هل في اهتمام من وزاره الثقافه، من اي حد، من اي جهه يعني رسميه بتهتم بترميم واعاده؟ وانا بولس كمصور فوتوغرافي جاز مش متابع الاليه بتاعه الترميم بشكل قوي، لان انا بيطلبوا لي التوثيق. لا بس بعينيك كده بتشوف انه في اهتمام، ولا الموضوع يعني كل واحد وجهده؟ لحد ما طبعا بشوف فيه اهتمام. طبعا مش جهود شخصيه يعني. ما هو لو ما فيش اهتمام الجهود الشخصيه ممكن تقف. طبعا. تمام. يعني في اوكي. في دي صوره على ارش او باكيه داخل الكنيسه، دول اثنين من رؤساء الملائكه، اللي على اليمين ملاك ميخائيل وعلى الشمال ملاك جبرائيل. دي من اهم اللوحات. دي كومبليت ريستوريتد، يعني تقريبا اعيد ترميمها تماما. معايا صوره ليها قبل الترميم، حاجه كانت صعبه جدا. دي اللي بيلونوها بيرسموها بالالوان اللي بدون طويان، بيسموها الوان تمبيرا. التكنيك التمبيرا دوت ده تكنيك غريب جدا، انا سمعته وما صدقتوش لغايه ما اتاكدت من كذا مصدر. ان هم لما بيجوا يلونوا بصفار البيض،
بياخدوا البيضة يشيلوا منها الصفار، وهذا الكيس بيفتحوه السائل اللي جوه بيتحط عليه الأكاسيد أو الألوان أو الأصباغ اللي هم عايزينها، وهو ده اللي بيلونوا بيه. ده حاجة معروفة اسمها تمبيرا. طب أنا عندي سؤال، بس هو السائل اللي جوه صفار البيض أصفر؟ لو طلبوا أبيض بيحط عليه أكسيد زنك، بيحط عليه حاجة، بس غالبا أنا شايف ألوان كتيرة يعني، قصدي لا، ما هم بقول لحضرتك هم بياخدوا هذا السائل وبيصبغوه، بيصبغوه بقى كل الالوان اللي هم عايزينها. واضح ان له ديورابيليتي عاليه في على الحوائط، خصوصا لو مساميه، ان هو ما بيخرجش منها ببساطه كماده لاصقه. اوكي. الموضوع ده معروف من قديم الازل وكمان من ايام الفراعنه. لكن لفظ تمبيرا اطلق عليه باللغه اللاتينيه سنه 1832. هو موجود قبل كده ايوه، لكن اطلقوا عليها اسم للتعريف سنه 1832. فكل ده هتلاقيه أغلبه بالطريقة ديت مع الأكاسيد. ممكن طبعا في القرن 21 يكون بعد شوية عن صفار البيض، بس يعني أكيد عملوا حاجة تانية. طيب دي برضو حاجة من اللي تم إعادة ترميمها. دي حاجة من اللي تم إعادة ترميمها، الأنباب شوي، القديس يوحنا الصغير، القديس أرسانيوس، برضو من اللوحات اللي معروفة على مستوى العالم. في هنا نقطة لما باجي أصور فيها، لو تاخد بالك فوق صغير كده هتلاقي مجموعة صغيرة من الألوان لازقها على الحيطة. هنا ديت الكالر سكيل بتاعي، حاجة مهمة جدا في توثيق الأصالة، أو لما تيجي تصور جدارية إن أنت لازم تكون متأكد إن اللون طالع سليم. أنا بمجرد ما أخرج من المكان أثناء البوست بروسيسنج والطباعة، أنا مش هاخد بالي الصورة دي مزرقة شوية ولا محمرة شوية ولا مصفرة. فمهم إن أنا أحط كالر شارت جنبها تتصور معاها. وبعدين عليها بعمل كاليبريشن بالكمبيوتر، ان ده الابيض، ده الاسود، ده الجراي، ده 100% سيان، ماجنتا، يالو، وهكذا. علشان الالوان اكون ضامن انها مظبوطه، بشرط ان الضوء اللي يسقط عليها يكون معادل للضوء اللي ساقط على الصوره، والا برضو الصوره مش هتطلع سليمه، وبتفيد بعد كده في الطباعه. تمام. وبعد ما الموضوع كله بيتم، دي هنا يعني ما حدش هيزعل من حد لو اتشالت بالفوتوشوب او كده. دي بيسموها الشرقيه، دي صوره للقديس القديس مرقس، اللي هو كنيستنا الارثوذكسيه بيقال عليها الكنيسه المرقسيه، اللي دخل نسبه الى القديس مرقس. ديت بيسموها شرقيه. عارف حضرتك المحراب اللي في الجوامع؟ هي حاجه زيها. المسيحي القبطي لما بيجي يصلي دايما بيتجه ناحيه الشرق. تمام. فدي بتكون موجوده في الكنيسه، في الهيكل، في المسبح، في وراه حاجه اسمها الشرقيه، بتكون غطسه لجوه. دي برضو من اشهر الحاجات اللي موجوده. تصويرها بنجد فيه صعوبه بسيطه، انها بتكون غرزه لجوه تقريبا 70 سنتي، والمكان بيكون ضيق. فلما باجي انورها، لو نورت بالتساوي يمين وشمال، هيكون الشيء الطبيعي ان هيكون في ظلال للجزء اللي غارز دوت مبالغ فيه. بالظبط. فلو جيت انعمها، دي اثناء الترميم بتكون واخده ماده عزله ولكن لامعه شويه، فممكن تعمل شويه مشاكل اثناء التصوير وهكذا. لا، لو قدرنا نرجع على الصوره اللي فاتت يا ريت. ارجعوا يا جماعه بالصوره اللي فاتت، معلش. دي كنيسه القديس الانبا مرقس. دي اتعملت في القرن ال 14 1382، وبعدين ما كانتش بالاسم دوت، ولما هو تنيح او توفى اتعملت باسمه سنه 1766، بس هي كنيسه اثريه من القرن ال 14. هنا باخد بالي اثناء التصوير، دي مكان مش واسع قوي، وعايز اطلعه كله في كادر واحد، فانا قدامي اما استخدم عدسه سوبر وايد انجل اللي هي متسعه الزاويه جدا، فهتدي مجموعه تقوسات، يا اما بنستخدم تكنيك اللي هو ستيتشنج سوفت وير، ان انا بصور بانوراما، فدي انا شارحها تحت، اذا انا بصور ثلاث صور مختلفه، اقصى اليمين والنص واقصى اليسار، وبعدين بنصلح المنظور بتاعها ونصورها. بس هنا في نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها، ان دايما تركيب الصور على بعضه مش بينجح الا لو استخدمنا المعدات السليمة. تمام. في عيب اسمه بارالاكس، لو انا خدت صورتين عشان الحمهم في بعض، دايما هتلاقي، يعني لو افترضنا مثلا ان خدت صورة على الشمال وبعدين صورة على اليمين، لو حضرتك عملت كده وبعدين بصيت كده وكده، هتلاقي ان مكان صباعك اتغير بالنسبة لي، في فرق. في فرق. فده معناه ان انا لو خدت صورتين ركبتهم على جنب بعض، اللي على يمين الصوره الشمال مش هيطبق على اللي على شمال الصوره اليمين. تمام.
لو انا بصور مثلا عمود نور ورا شباك مكانهم مش هيركب على بعضه. فهنا لازم نستخدم تكنيك معين لتصوير البانوراما بيكون هاد مخصوص. بنحسب حسابات في العدسه حاجه اسمها نودال بوينت، ان انا برجع الكاميرا شويه ورا علشان الزاويه يحصل تطابق للصور ويحصل موضوع الستيتشنج دوت. هو الصور بتجري بسرعه مش عارف ما تجروش يا جماعه لو سمحتوا عشان احنا يعني احنا فاضل دقيقتين فهم بيجروا فاضل دقيقتين بس أوكي. بس يعني ممكن دي من اهم بقى. دي من اجمل الكنائس برضو اللي موجوده، دي كنيسه بيسموها كنيسه الصليب، دي مش كنيسه مبنيه، دي كنيسه محفوره في الجبل. لو جت فرصه ان احنا نرجع ورا هتلاقيها على شكل الصوره اللي قبل دي يا جماعه معلش ده لها تقريبا 20 سنه، استغرق حفر نحتها في الجبل تقريبا 4 سنين لغايه ما في الجبل حتى من بره في بعض الحاجات اللي هي صعب نحتها معموله وملزوقه، لكن اللي انا شايفه ان لا هي كنيسه محفوره في يعني دي قد تكون ملزوقه لكن اللي فوق دي غالبا منحوته ولا لا منحوته الاثنين منحوتين الاثنين منحوتين. طيب احنا يعني وقتنا انتهى بس انا استمتعت بالصور يعني. المصور الفوتوغرافي بولس اسحاق بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده ودايما كان ان شاء الله نلتقي في صوره مصريه دايما ان شاء الله. شكرا جدا. بعد الفاصل لسه مكملين خليكم معانا.